هو انت ايه؟ جرسون منتحل شخصية بيه؟ ولا بيه متنكر في زي جرسون؟ انا واحد متنكر في زي جرسون وانتحلت شخصية بيه عشان الاقي اختي. ازيك يا ماهر؟ ازيك يا محمود بيه؟ مين داخل مكتبي وانا مش فيه؟ انا مش شفتش حد داخل مكتبك يا فندم لان كمان مشغول بتسكين الاوتيل. اعتقد في بنت من الهاوس كيبنج دخلت عشان تنظف. شكرا يا ماهر. عفوا يا فندم. واشمعنى انا بقى اللي قررت تبقى صادق معايا وتقول لي الحكايه دي كلها؟ ابدا، بس انا ما كنتش عايز حضرتك تفتكري ان انا بكذب عليكي. لما عملت حكايه احمد الزهيري دي عملتها عشان اقرب من فخر هاني. شك طلع في محله. انا اختي ما سرقتش. وعشان الكلام اللي قاله لي امين كمان. قال لي قد ايه حضرتك قلبك كبير وطيبه وبتتعاملي مع الناس كلها كويس. عكس الهوانم والبهوات اللي هناك. واحدة يعني كرم اخلاق حضرتك انا ما اقدرش اكذب عليها اصلا. انا اصلا ما بحبش الكذب. ولا عايز ابقى زهيري ولا عايز ابقى فؤاد. انا كل اللي انا عايزه ان انا الاقي اختي. انت شايف ان بعد الكلام ده كله انا المفروض اشترك في المسرحيه بتاعتك دي؟ قصدي يعني حضرتك اكيد عارفه ضحى صح؟ طبعا عارفاها. تفتكري ان ضحى ممكن تسرق؟ بصراحه لا. طيب حضرتك حطي يعني مع فرق المقامات طبعا، بس حطي نفسك مكاني. لو حضرتك بتدوري على اختك مش هتبقي مستعده تعملي اي حاجه علشان توصلي لها؟ انت اللي حط نفسك في مكاني. انت بتشترك في لعبه زي دي؟ انا ما طلبتش من حضرتك انك تشتركي ولا هطلب منك اي حاجه. كل بس اللي هترجاكي فيه يومين ثلاثه افهم فيهم ايه اللي بيحصل عشان اعرف اوصل لها. انت متخيل بقى ازاي انك هتعرف في اليومين دول؟ بصراحه ما اعرفش، بس دي سايبه على ربنا. ان شاء الله هلاقيها.